الزور عن شيء مهم في حياتنا. معنى ذلك أنه ضروري للحياة، وبدونه لا يمكن للإنسان أن يعيش. هل يباع ويشترى؟ من نعم الله أنه متوفر للإنسان ولا يحتاج إلى شراء. له علاقة بالماء؟ ضروري مثل الماء للحياة. مرتبط بأعضاء معينة في جسم الإنسان؟ نعم. يوجد في البحار؟ نعم، ولذلك تعيش الكائنات الحية في الماء. يحتاجه النبات؟ ضروري كما قلت لكل كائن حي. له صلة بالطيران؟ نعم. يستخدم في السيارات؟ نعم، وهو ضروري لعملية سيرها.